جاء الآن دور الأستاذ المنشد محمد رشيد المساعد. طبعا الأستاذ المنشد محمد رشيد المساعد هو من أحد الوجوه البارزة في الإنشاد السعودي ومن أوائل المشهورين في السعودية. حقيقة للأستاذ المنشد محمد رشيد المساعد العديد من الإصدارات، منها قعقعات سلسلة رسائل الأول والثاني. نرحب حقيقة في هذه الليلة بالمنشد محمد المساعد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مساء الخير جميعا. في الحقيقة أنا سعيد جدا بوجودي بين هذه الوجوه الطيبة، وتحية كبيرة جدا باسمي وباسم إخوانكم في السعودية، قدمها تحية عطرة لعمان ولأهل عمان ولأهل مسقط تحديدا. طيب أستاذ محمد، كيف كانت البداية ومتى؟ هذا السؤال التقليدي. طبعا هذا من الأسئلة التقليدية اللي عادة تفضح عمر المنشد، ولكن لست كبيرا إلى أن يتصور أستاذ الدكتور سامي قال أنه بدأ في 76. أنا أول بداية لي حقيقية كانت تقريبا في 84. طبعا كانت من خلال الإنشاد في الجماعات في المدارس في المدرسة، إلى أن خرج أول إصدار، وكانت من القصائد التي اعتز فيها، كان في شريط ثانوية الصديق، وكانت هناك قصيدة ربما يعرفها البعض اللي هي من أين أبدأ يا عيون الشعر. طيب أستاذ محمد، ماذا يعني لك النشيد الإسلامي؟ سؤال كبير، ولكن استطيع ان اختصره بكلمه او كلمات. النشيد هو رساله، ورساله حق، وما دام انه كذلك فلا بد ان يكون على مستوى من البلاغه من الاتقان، لان بقاءه بدرجه اتقانه ووصوله الى الناس هو بدرجه اتقانه. ولن ازيد، لان ما اريد ان اقوله تفضل به سماحه الشيخ احمد قبل قليل، فقد وفى وكفى في هذا المجال، فجزا الله خيرا. طيب أستاذ محمد، تعطينا نبذة أو لمحة سريعة عن الإنشاد في المملكة السعودية؟ قد تكون مقاربة للبداية اللي ذكرها الدكتور، كانت وكان الإخوان يجتمعون ربما في تحت درج زي ما قال، أو أنه يجتمعون في فصل من فصول المدارس، فتزال منها الكراسي حتى يكون هناك صدى، فيجتمعون المجموعة، وطبعا الطريقة كانت قديمة، يخطئ واحد يخرب على الجميع، يضطرون للإعادة بالأكمل يعني. فكانت هذه هي الطريقة، إلى أن مر بمراحل متعددة يعني من المتغيرات، وعل أكون أدركت يعني العديد من هذه المراحل المتغيرة. وطبعا الهدف هو إيصال ما نريد أو إيصال هذه الرسالة التي نحملها إلى المستمع. طيب المبتدئين في الإنشاد بحاجة إلى نصيحة، ماذا تقول لهم؟ باختصار، لا يستعجل، يتروى، لأن قضية الإنشاد تحتاج إلى نوع من القدرة، لأنها لا تعتمد على آلات موسيقية تستر هذا المغني أو هذا المؤدي، هو صوت مجرد، وجميع ما يقال صوت مجرد، فيجب أن يكون ذا أداء جيد متميز واضح، وهو الشيء الذي يضمن استمراره، ولكن لا يستعجل إطلاقا في البروز، وفي البداية يحاول التقليد لمن هم سبقوه في هذا المجال، فإذا وجد الفرصة سانحة في أي وقت يستطيع أن يبدأ أو أن يتخذ له خط أو طريق مستقل. طيب أكيد أن الجمهور متعطش لسماع شيء من مناشيدك، لا أدري ما إذا كنت يعني حضرت شيء في هذه العجالة.
نعم، ولكن أرجو أن تكون خفيفة على أذان المستمعين. ولكن خطرت لي أيضا فكرة أو نقطة حب أن أقولها، أنه أنا أخالف الكثير عندما يقولون بأن النشيد هو بديل. في الواقع أنا أقول أن النشيد هو الأساس، هو الأصل، وهو الذي كان الجميع يعرفه، والأغاني هي البديل الفاسد. ولكن الآن بدأت العودة إلى الأساس الذي قوض بسبب هذه الأغاني، ولكن لا أقول أنه هو البديل. هناك قصيدة ربما تكون من القصائد الجديدة، أعتقد أنها نزلت في مشاركة مع الإخوان في سلسلة الشموخ، فلا بأس أن نسمعكم إياها أو جزء منها. جار الفراق علينا، جار الفراق، جار الفراق علينا، والأسى حان، ولاعج القلب، ولاعج القلب، ولاعج القلب بالآلام عنا، وزادنا العيد أحزانا فوأسفي، وزادنا العيد أحزانا فوأسفي، مع فرحة العيد، مع فرحة العيد، مع فرحة العيد زاد الهم بلوانا. جرى الفراق، جرى الفراق، جرى الفراق، جرى الفراق، كنا نظن بأن العيد يفرحنا، وأنه يجعل الأفراح ألوانا، فصار ما ظن صحبي كله كاذب، وما ظننت خيال الطيف ما بانا، وأصبح الحزن في الأفراح ديداننا، والسعد لا ناظر نحوي ولا لانا، والعيد قد جاء لا عيد ولا آمل، لكننا نحتمي بالله مولانا، فنسأل الله غفران الذنوب على شيء فعلناه في الدنيا فأغنانا، فنسأل الله غفران الذنوب على شيء فعلناه في الدنيا فأغنانا. جرى الفراق، جرى الفراق، جرى الفراق، جرى الفراق، ونسأل الله أن نحيا على هدف، فإننا في ضياع ليس ينعانا، لكم نعيش عليها دون ما هدف، وندعي أننا لله أعوانا، وكم نقول بأن سادة نوجب، ونحن بالقول لا بالفعل أحيانا، فليتنا نصدق الرحمن قولاتنا، وننشر العدل بين الناس إخوانا، وليتنا نحتمي بالله خالقنا، ونتقي الله إسرارا وإعلانا، وليتنا نحتمي بالله خالقنا، ونتقي الله إسرارا وإعلانا، ونتقي الله إسرارا وإعلانا.